كي من جديد ليالي. صباح الخير علاء وريما، وصباح الخير لكم مشاهدينا من بلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس حيث نتواجد. وكان الإعلان صباح هذا اليوم عن استشهاد الشاب الشريف الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، متأثرا بإصابة بالرأس، وبالتالي كان يركض في مستشفى هداسة عن كارم غرب القدس. وصباح هذا اليوم أعلن عن استشهاده. حسب ما وردنا قبل قليل، هناك تواجد للمقدسيين وبدأ التجمع بالقرب من المستشفى، وبالتالي نحن نتحدث كذلك عن اقتحام لقوات الاحتلال كان قبل قليل للمستشفى، وتم الحديث عن تسليم الجثمان خلال ساعات حسب ما ذكر. ويعني حسب المحامي محمد محمود الذي قام بتقديم طلب للمحكمة باستلام الجثمان اليوم، كان حديث عن تشريح للجثمان، لكن حتى اللحظة عائلة الشاب ترفض تشريح الجثمان. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان شقيق الشاب عبد الرحمن الشريف الذي أعلن عن استشهاده في الساعة السادسة تماما من هذا اليوم. وبالتالي الشاب يعني مسقط رأسه هنا في بلدة بيت حنينة حيث نتواجد، ويعني بعد قليل ربما تردنا أخبار أوضح حول موعد تسليم الجثمان الذي يعني من المتوقع أن يتم تسليمه اليوم في حال لم تعرقل سلطات الاحتلال التسليم. وبالتالي لو عدنا للحديث عن الإصابة، كانت قد وصفت بالصعبة والحرجة جدا خلال الشهر الفضيل نتيجة الإصابة بكسر في الجمجمة. ويعني كانت قوات الاحتلال قد قامت باعتقال الشاب من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك فور الإصابة دون تقديم العلاج الأولي له. وقد يعني نذكر تماما هذا المشهد الذي قامت خلاله قوات الاحتلال يعني اعتقال الشاب فور إصابته داخل الباحات. وبالتالي يعني منذ الجمعة الثالثة من رمضان وحتى اليوم وهو يعني في نتحدث عن في حالة صعبة، وبالتالي يعني في هذه الأثناء يتجمع المقدسيين هناك داخل المستشفى لمعرفة كافة التفاصيل بما يتعلق بيعني تفاصيل التشييع للشهيد وليد الشريف. يعني هذه الصورة التي تتضح حتى هذه اللحظة. نعم، شكرا جزيلا لك ليالي عيد، وسنتابع في كل ما هو جديد بهذا الخصوص أو أي مستجدات وتطورات على الأرض. أستاذ صباحك شكرا جزيلا لك. المجد والخلود مرة أخرى للشهداء. نعم المجد والخلود لشهدائنا والصبر والسلوان لذويهم، ونواصل وإياكم بمحطاتنا إلى اعتداءات الاحتلال المسلم.